ما أسد شيء إن تونس الخضرة واللي عندها مساحات أراضي خضرة. كل عمرها تونس كانت سياحة، وإن شاء الله بترجع تونس للسياحة. والأراضي أنا قلت الشاسعة في تونس راح تنبنى وتصير فيها أبراج، وتصير فيها من أضخم الأوتيلات المستشفيات. مستقبل تونس أنا شايفته بصراحة فعلا حيكون مزدهر. وأنا ما بغير توقعاتي لو أخذ وقت. طبعا ما في شيء بيوم وليلة ولا بسنة وسنتين، لكن هيدا مستقبلا لتونس. هيدي الصورة اللي شايفتها بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله إحنا هذا اللي نحبوه، إن شاء الله نشوف تونس سياحتها تتقدم، يعني فيها منتجات سياحية على مصر على عدة دول. وحصل حصل من بعد الثورات ومن بعد اللي صار في مصر، هلا يعني العالم كله نزل يستثمر بمصر وازدهار وعمار وكده، حتصير تونس وما بدي غير توقعاتي. أستاذة ليلى، تونس ستصبح مثل دبي في عهد الرئيس قيس سعيد وإلا ليه؟ والله شوفي، أنا دايما بقول، بعدني عم بقلك إنه السنين المقبلة الرئيس عم بيعمل بتونس وعم بغير بتونس، والله يعطيه ألف عافية. لكن أنا بشوف إنه دايما أنا إنسانة منطقية، يعني أي رئيس بيجي أي رئيس بيروح أي نحن عم نحكي الشعب التونسي بالمستقبل رح يشوف تونس مزدهرة مين ما إجا ومين ما راح. لكن الله يطول بعمر الرئيس الحالي وإن شاء الله أيامه تشوفوا تونس مزدهرة إن شاء الله. أستاذة ليلى، ما هي توقعاتك لسنة 2022 بالنسبة لتونس؟ شنو هو باش يصير؟ ماذا بينا نعرفه؟ أنا راح أمشي لأنه حطيتهم واحدة واحدة، تبعوا معك، راح أمشي فيهم. من بداية الأشهر الأولى يعني سوف يصبح مجلس النواب التونسي حديث الإعلام، وأراه لن يبقى مجمدا خلال المرحلة الراهنة. وما بين الشروط والضغوط الشعبية أرى أن هذا المجلس سيكون مؤقتا، وهناك تغيير آت لا محالة في أكثرية الوجوه الموجودة حاليا في مجلس النواب التونسي. يعني في تغيرات لبعض النواب الوجوه السياسية، يعني فما نواب ما نشبش نشوفوهم في المجلس. مظبوط. وفي شغلة معلش اعذريني، أنا مش مرتباهم ورا بعض لأنه مبارح أنتوا كلمتوني وأنا عم بكتبهم، كنت يعني على كل توقع على حطته على ورقة. رح أقول شغلة، أرى أن حكم الإخوان في تونس إلى تراجع. أوكي؟ إلى تراجع. لم تشهد تونس عودة أي رمز من رموز بن علي بالماضي. وبتحصل شايفي بعد بتحصل عملية شوية تخريب وقتل بين بعض الجماعات، والجيش التونسي حيكون في المرصاد. وأرى بعض الاتفاقات والانفراجات تؤدي إلى حكم ثابت ومستقر، وقريبا بإذن الله سينعم الشعب التونسي بالأمن والاستقرار والازدهار. للأسف الشديد بشوف أنه في بعض الاغتيالات لن تغيب في الفترة القادمة عن الساحة التونسية، بس للأسف يعني هيدي كمان حتكون مؤقتة بالألفين واللي هي 22. بدي أقول للرئيس التونسي قيس سعيد أنه ينتبه على أمنه وإلى يعني ينتبه للي حوله كمان. فما محاولات اغتيال الرئيس؟ بدي أقول له ينتبه على أمنه، وأيضا ينتبه بالمرحلة القادمة على صحته بشكل خاص. لم تشهد تونس انتشارا واسعا أو خطيرا لوباء كورونا متحور، وذلك بفضل إجراءات القيادة التونسية الواعية لهذا الموضوع والتزام الشعب التونسي بكل أنواع الحماية والوقاية. وأرى وزارة الصحة التونسية ستكون مستعدة لحماية الناس وبكل الإمكانات اللازمة، وهذا أمر بيكون أكيد من الرئيس التونسي.